السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج کا ہمارا سبق مدنی قاعدہ سے سبق نمبر 11 کے بعد جو مشق ہے اس کو حل کریں گے اس کو سیکھیں گے قاف لام پیش قل حمزہ نون زیر ان عین نون زبر عن میم نون زبر من با لام زبر بل لام میم زبر لم کاف میم پیش کم ہا میم پیش ہم ذال قاف پیش ذقو حروف قلقلہ ہے قاف دال زبر قد حمزہ صاد زیر اس طا زبر طا اس طا با را زیر بر اس طا بر میم سین پیش مس تا زبر تا مستا طا را زبر طر مستطر فا غین زبر فغ فا را زیر فر فاغ فر حمزہ عین زبر اع یا نون پیش یون اعیون حمزہ عین زبر ا نون الف زبر نا اعنا با دو زبر بن اعنا بن زا جیم زبر زج را زبر را زج را تا دو پیشتن زج راتن حروف مستعلیہ ہے نون طا پیش نطا فا زبر فا نطا فا تا دو زیر تین نطا فا تین میم دال پیش مد حروف قلقلہ ہے ہا زیر ہی مد ہی نون واو پیش نون مد ہنو نون زبر نا مد ہنون حمزہ با زبر اب واو الف زبر وا اب وا با دو زبر بن اب وا بن اس رنگ کے حروف حروف مستعلیہ ہوں گے اور یہ سرخ رنگ کے حروف حروف قلقلہ ہوں گے تو حروف قلقلہ کو جنبش کے ساتھ پڑھنا ہے اور حروف مستعلیہ کو موٹا پڑھنا ہے فا فا زبر فف را قاف پیش رقو فف رقو یا قاف پیش یقو را ضاد زیر رد یق رد یق رد یق رد یق رد یہ تھوڑا مشکل ہے یا قاف پیش یق را ضاد زیر رد یق رد قاف پہ قلقلہ اور ضاد کو موٹا یق رد یا غین پیش یغ نون یا زیر نی یغنی تا جیم زبر تج را یا زیر ری تج ری جیم میم زبر جم عین دو زبر عن جم عن فا تا زبر فت فا تا زبر فت قلقلہ نہیں کرنا ادھر
ता जबर फत हा दू पेश हुन फत हुन मीम हमजा पेश मु ये हमजा साकिना है इसको झटका देंगे मीम जेर मी मु मी नून या जेर नी मुमिनी नून जबर ना मुमिनीना मीम वाव पेश मु नू मीम जेर मी मु मी नून वाव पेश नू मुमिनू नून जबर ना मुमिनूना या हमजा पेश यु मीम जेर मी यु मी नून वाव पेश नू यु मिनू नून जबर ना यु मिनूना मीम हमजा पेश मु स्वाद जबर स्वा मु स्वा दाल जबर दा मु स्वादा ता दू पेश तुन मु स्वादा तुन हमजा قاف زير إقا را همزة زبر را إقرا شا همزة زبر شا نون دو بيش نون شا نون كاف همزة زبر كا سين دو زبر سان كا سان با همزة زير بي سين زبسا بئسا يا زبر يا شين همزة زبر شا يا شا نون زبرنا شين همزة زبر شا ناشا همزة ثي ثا زير إث ميم دو بيش من إث من يا با زبر يب حا ثا زبر حث يب حث همزة حا زبر أح يا ألف زبر يا أح يا همزة خا بيش أخ را كري زبر را أخ را همزة ذا زير إذ ها با زبر هب إذ هب همزة شين بيش أش دال دال بيش دود أش دود همزة را زير إر كاف با زبر كب إر كب حا بيش حو شين زير شي حوشي را تا زبر رات حوشي رات نون بيش نو شين زير شي نوشي را تا زبر رات نوشي رات همزة حا زبر أح ضاد زبر ضا أح ضا را تا زبر رات أحضرت طا بيش تو ميم زير مي تومي سين تا زبر سات تومي سات فا بيش فو را زير ري فوري جيم تا زبر جات فوري جات نون بيش نو سين زير سي نو سي فا تا زبر فات نصفت يا ظا بيش يظ لام زبر لا يظ لا ميم واو بيش مو يظ لامو نون زبرنا يظ لامونا يا ظا زبر يظ ها زبر ها يظ ها را بيش رو يظ ها رو همزة صاد زير إص
بارازر بر اس بر با يا زبر بي نون زبرنا بينا كاف ميم بيشكم بيناكم با يا زبر بي نون زبرنا بينا ها ميم بيشهم بيناهم فا ضاد زبر فض لام زيلي فضلي كاف زبرك فضليك عين زبر ع لام يا زبر لي علي ها ميم زيرهم عليهم همزة عين زبر ع ميم ألف زبر ما أعمى لام زبر لا أعمال ها ميم بيشهم أعمالهم همزة عين زبر أع ميم ألف زبر ما أعمى لام زبر لا كاف ميم بيشكم أعمالكم همزة يا زبر أي دال يا زير دي أي دي ها ميم زيرهم أي ديهم يا سين زبر يس تا با زبر تب يس تب دال لام زير دل يس تب دل يا سين زبر يس تا فا زبر تف يس تف تا زيتي يس تف تي حا واو بيش حو يس تف تي حو نون زبرنا يس تف تي حونا. یہ تھا دوستو ہمارا آج کا مشق جس میں پچھلے سارے 11 کے 11 سبق استعمال ہیں, یعنی اس میں الف مدہ ہے, واو مدہ ہے, یا مدہ ہے, حروف مستعلیہ ہے, حروف کلکلہ ہے, یا لین ہے, واو لین ہے, حرکات ہے, تنوین ہے, جتنے بھی ہم نے پیچھے سبق پڑھے سارے اس مشق میں استعمال ہوئے ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق جو کہ مشق تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آخر میں آپ سے التجا ہے کہ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے, اور اللہ تعالیٰ یہی سیکھنا سکھانا ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. انشاءاللہ عز و جل ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں.